سنين وبغيت تولي مالقري قلبي حنين جامي يسمح لي عدتو مسكين غبت سنين ورجعت ندمان عاد عرفت روحها. واش اخوتي نتمنى تكونوا بخير، مرحبا بكم معنا في جديد وبلان كما العاده توا جديد. المهم قبل ما نبدا ديسك ديال خويا محمد الناجحي جديد تقريبا شي 4 5 ايام بحال هادي باش نشرو شي حاجه واعره. وين كنتي؟ دخلوا تفرجوا له، تلقاه في صندوق الوصف. وبيغ اب ليك اخويا محمد اللي كتشوف هذا الفيديو، تحياتي لك. المهم اخوتي دو الفيديو ديالنا، مرحبا بكم اخوتي في هذا الفيديو اللي فيه بلان جديد، كلشي جديد كما العاده. كنت قلت لكم على انه غتكون ان شاء الله واحد الخرجه ديال 2019 في الصيف، غنكتشفوا مجموعه من المناطق في تافيدات اولا في جهه الجنوب الشرقي. درناها، اكتشفنا اول واحد اللي كتشوف هو هذا الفيديو ديال تينغير. مشينا لتينغير وكذا، مشينا تستنتج جداد هذا الفيديو يتقربوا لي. مهم تقربوا تخربشوا. المهم مرحبا بكم في هذا الفيديو. اول حاجه نهضروا فيها على داك السيد، بحال داك السيد اللي كيبان تماك، السيد اللي صادفنا عنده في تنجدة. المهم هذا هو السي محمد اللي كان معنا في الجوله. السي محمد داك الكلام اش ما كاين، شكرا بعدا بزاف على انك دير معنا هذا الشيء كامل. تبارك الله، راه تمار اللي تمر معايا السي محمد. مرحبا سيدي، مرحبا بك بزاف، الله يرحم بك. مرحبا مرة أخرى، ومرحبا بك فاش ترجع، ومرحبا باش تمشي، ومرحبا. لا والله شوف الله يدير معايا التعامل، دير بخير بالله هذا السيد اللي عمر الله الدار. الأول العائلة ديالو كنشكرهم بزاف على حسن الاستقبال. تمارة فين ما قلت له بغينا نمشي وقال لي مرحبا زيد، ما كان حتى شي مشكل ومشينا. شكرا بزاف، هذا ود تيجد. كنشكر السي محمد بزاف على أنه بان الخاطر، ظن الخاطر داك الشيء فين ما بغينا نمشي ونمشي. شكرا ليه بزاف. من اول حاجه مشينا لها واللي هي اول قصر الخرابات، اللي هو واحد القصر معروف تماك عندهم في تنجداد. حنا في تنجداد مشينا لتنجداد، ما مشيناش باش نكتشفوا داك الشيء اللي كيكتشفوه الناس ولا كيشوفوه الناس ديما، بلاش المدينه ما فيها متشاف. مشينا للقصور، مشينا للبلايص اللي خصكم تشوفوهم الا مشيتوا تعرفوا مع التاريخ ديالهم. واول حاجه مشينا لهم هو قصر الخرابات، من اجمل القصور تماك، عجبني. الناس ديالهم مهلين فيه، داكشي زوين فيه، فيه واحد تماك واحد لوطيل واعر، ما قدرناش اننا ندخلو نصورو داكشي حتى مشينا الصباح حنا بكري. المهم خليكم مع لقطات ديالو، شوفوه اكتشفوه معنا وسيرو زورو. باش نقص الخرابات باش نشوفوا اهم اماكن او اهم منطقه تقريبا تقدر تبغي تشوفها الى جيتي تنجداد، واللي هي قصور ديال الاسري، اللي هما 7 القصور غتلقاهم كاملين هنا ان شاء الله، غتلقاو الاسماء ديالهم اللي هما ضمن التراث العالمي اللي ضافتهم اليونسكو. هاد القصور من اهم الاماكن بتنجداد، سواء تاريخيا ولا علميا ولا ثقافيا ولا مجموعه من الاشياء. العمر ديالهم تيتناهز ما بين 10 القرون لما فوق. الاسباب ديال الاخلاء ديال هاد القصر، منها الهجره، منها الفيضان، منها بنادم بغى يدخل للمدينه. المهم الفيضان تقريبا حتى هو عنده واحد حتى هو كان عنده واحد الجزء من اسباب باش ان الناس هاجروا، ان البلاصه ولات هكا. المهم بخصوص الترميم، راه رمموا اليوم هما اللي خلصوا هاد الترميم اللي كاين، اللي عرفوه القصر ديال الاسري. ولكن علاش هكا الزناقي صغار؟ راه الترميم شحال غيكون دخل الترميم هنا؟ شي 40 سنتيم ولا 40 من هنا و 40 من هنا ولا 30 من هنا داخل الترميم. بمعنى هادو الزناقي كانوا واسعين، كانوا واسعين شتي ها الحيط اللي تزيد، شتي حيط اللي تزيد، حيط كامل راه تزيد هنا، تزيد حيط كامل من هنا ومن هنا. ها ليسباس اللي تزاد، شي جبر ديال ليسباس تزاد، اللي تزاد فيه كثر. هذا هو الحومه ولا الحي ولا الزنقه، الملاح. كنا كنقلبوا على شي حاجه بسيطه باش نبينو لكم بانه شحال كتسدل عليها، مي خصنا ندخلوا دابا للديور، والديور مسدودين ما كاينش كيفاش نديرو ندخلو باش نقلبو ونعرفو ونوريكم شي حاجه تسدل عليها، بان هذا هو الزنقه ولا الحي ديال الملاح. ومن بين المآتي اللي كاين فيهم هناك واحد المسجد اللي ما جا لحد الان،
واقف العمر ديالو هو 10 القرون يمكن. سيروا شوفوه تعرفوا عليه. حنا دابا اقدم مسجد باقي واقف باقي صحاح قبل الهيكله ديالو في التفيلات هو مسجد ديال ايت فرح قصور ديال الاسرير. المهم الاسرير راكم عرفتوا راه فاس بعض القصور. المهم داو المسجد هذه هي القبه ديالو. شوف السمعه ديال الجامع كيفاش دايره تقريبا. هاد الهيكله ديال هاد السمعه اول مره كنشوفها. كاين السمعات العاديه اللي كتعرفهم كاين بزاف، ولكن انا ما اعتقد انها كانوا السمعات القدام ديالو، وهذه الدليل القاطع على ان هاد الجامع من اقدم المساجد اللي كاينين بجهه درعا تفيلات لحد الان. اللي عنده علم واللي عنده شي معلومه صحيحه على انه هو ماشي هو الاقدم كتبوا لنا في لي كومونتير. هذا هو المدخل الرئيسي ديال المسجد، كيدخل من هنايا. فيه بزاف المرافق صراحه، كاين بزاف ما قدرناش اننا ندخلوا لداخل، ما لقيناش كيفاش نديروا ندخلوا لداخل. كاين المصلى الرئيسي اللي هي هذه، ولكن ما كاينش كيف ندير ندخل. وكاين ايضا بص ديال الوضوء كما العاده دائما في القصور كنلقاو البئر اللي هو هذا، وهذا البلاصه ديال الوضوء كاين هنايا صافي. هذا هو تقريبا اقدم مسجد المعمار ديال هنايا كما هضرنا لانه العلو ما عرفت تقريبا كتوصل حتى عندك خمسة ولا خمسة ديال ليطاج، خمسة ديال ليطاج. وأول مرة كنشوفوها في البناء التقليدي اللي هو الطوب والطين. هذا التابوت ماشي الطوب. معلومة مهمة كما قال محمد، هذا التابوت اللي هو الركز، باش أنك توصل بالركز لهاد الدرجة وباش أنك بالركز دير هاد العلو شي حاجة. إلا جيت تشوفو في الفوق كيبان لي كاين الطوب والطين، كاين الطوب اي في التالي كتلقى جوج طاج التاليين ولا هكا كيبنيوهم بالطوب الصغير. كتلقى الطوب اللي طلعتي للفوق الطوب ديال المهم. حنايا لاول مره كنشوفوا في البنية التقليدية ولا في البنية ديال البلاد هذا عدد كبير من الطوابق. لهذا العدد الكبير من الطوابق اللي كيفوت جوج طوابق حتى ثلاثة حتى أربعة حتى الخمسة كيوصل ليها. انتم كتشوفوا العلو كي داير. خوتي دابا حنايا في اقصى ديال اية لبزم، اية لبزم شنو هي ما يكونش مغالطة في الاسم فقط. المهم هو في القصر، ولكن هذا القصر فيه شي حاجة اللي صراحة نبغي تشوفوها ونبغي نعرفكم عليها، ونبغيكم تشجعوا دوك الدراري اللي شفتوا الفيديو كتعرفوا دوك الناس بالروج ولا سير شجعوهم وقول لهم راه تبارك الله عليهم راه داروا شي حاجة اللي واعرة. ما يهتمش بالمنتقدين وما يهتموش كاع بداكشي اللي دار داكشي. المهم شوفوا هذا خونا دابا لقيت بزم. لقيت بزم كانت معروفه يمكن بهذا المتحف اللي كان هنايا مهرجان ذهبي. كان فيه كنت تخدم هنا، انا كنت تخدم بالضبط مهرجان ذهبي تيكون هنا هنا، وكاين بلاصه فاش تديروا الاغاني ديالهم كاين من برا غادي نمشيو لها انت. ولكن للاسف للاسف بشده انها تتعرض للتخريب من طرف بعض الاشخاص الله اعلم منهم. ولكن انتم كتشوفوا راه كانت شي حاجه هنا اللي واعره على المخلفات اللي باقيين اللي كنشوفها هنا. شوفوا الالوان اللي كيديرين هنايا، داكشي بحال ديال الشفشاون شي حاجه واعره تبارك الله على الدراري. مي لقاو بزاف ديال العراقيل. شوفوا هادشي كيفاش داير راه واعر. المهم نوريكم المخلفات، انا مازال نوريكم داكشي ديال الحرائق. المهم اخوتي ها هما هنايا المخلفات، داكشي اللي مازال محروق انت، داكشي ديال الحرائق وداكشي كامل هنايا ديال النار راه هنايا، والتخريب راه باين وظاهر في كل قنت هنايا. نتمناو من الناس بحال هادشي ما يتكررش، بحال هاد الاخطاء ما تكررش، لان الناس كيهتموا بالثقافه ديالنا خصنا نهتموا بهم ونعطيهم واحد القيمه اكثر ما اننا نفشلوهم ونضيعوهم، وبالخصوص اذا كانوا كيصرفوا من مالهم الخاص على هادشي. حاولوا تشجعوهم ماشي تطيحوا لهم من قيمتهم. المهم انتما كتشوفوا داكشي اللي كيخدموا الدراري تبارك الله عليهم شي حاجه واعره. ما شفتهمش ما تلاقيتش بهم، كنت كنتمنى انني نتلاقى بهم، ولكن شوفوا تبارك الله الشيء اللي داروا ماشي تعرض للتخريب. أمر مؤسف جدا والله، لا أمر مؤسف.
عصفور اسري. مشينا انا وسي محمد مشينا للمتحف للميمونه، فيه بزاف ما يتشافيه بزاف بزاف، كنتمنى انكم تشوفوه تزوروه وتشوفوا داكشي اللي فيه، رائع جدا هذاك المتحف. تيغير مدينة جديدة، عاد دخل دابا تيغير، المهم جيت نتلاقى بالحق الدري الثاني اللي غادي يتعاون معايا ان شاء الله على في المدينة. نتمنى ان الفيديو ديال تنجدا يعجبكم، حاولوا نشوفوا البلايص اللي بغيو تشوفوهم، نشوفوا وسط المدينة وغير ما كاينش شي حاجة وسط المدينة، بلايص اللي زعما زوينين لالا ميمونة ولا ايضا قصور ديال اسرير ولا حتى قصر خرابات، المهم زوينين داكشي واعر، سيروا شوفوهم تعرفوا عليهم اكثر واكثر، حاولوا تشوفوا داكشي اللي وريتكم انا، زيدوا تعمقوا المعارف ديالكم في داكشي. كذلك تنغير غنحاولوا غنخوضوا السونتر المدن ما عندنا ما ندير بهم، نشوفوا ما جانب ديال المدن ونكملوا المسيره ديالنا. يلا سيروا تنتلاقاو في الفيديو الثاني ان شاء الله.